طبعا كل حاجة اتغيرت، حياتي كلها اتشقلبت. أنا مش عارفة والله اللي بيحصل لي ده كله. معلش يا شمسي حبيبتي، اللي حصل برضو مش بسيط. كل حاجة هتاخد وقت وترجع أحسن من الأول. يا ريتك سمعتي كلام أمك نور، كان زمانك معاه في الشركة وفاهمة كل شغله. أنا ملياش في شغل الشركات دي، أنا لازم أعمل الحاجة بإيدي أنا عشان أعرف أنجح فيها وانبسط. وبعدين العالم بتاع الشركات وشغل بقى كلهم بيعملوني بطريقة أحس إنها فيك، بيعملوني على أساس إنها بنت نور بيه. الله يرحمها. الله يرحمها. بيني وبينك ما كنتش هستفيد حاجة ولا كنت هعرف أفلح. طب قولي لي، المحل اتحفظوا عليه هو كمان؟ طبعا كل حاجة. أنا نفسي متحافظين عليا، أنا ممنوعة من السفر، ممنوعة أتصرف في أي حاجة. طب بصي بقى يا شمس، أنت لازم تفهمي إنك داخلة على مرحلة صعبة جدا، وإن طريقة تفكيرك لازم تتغير. أنت فكرتي الفلوس اللي معاكي دي ما تخلص هتعملي إيه؟ مش عارفة، بس لأ، أنا المحامي مأكد لي إن إحنا نكسب القضية. أنا دايماً جنبك، عمري ما هسيبك ولا هتخلى عنك. يا ريت شايفين، يا ريت تبقي جنبي على طول. أوه، وأنا ناقصة يا ربي. برايفت نمبر مستلماني واحد سافل، بيقول لي كلام سافل على طول. هاتي الحيوان ده. ألو، رد يا حيوان. طب أنا هعرف أجيبك وبهدلك وخليك تبقى تعرف تتصل بالنمرة دي تاني. إخسر فين، طلعت قلة الأدب قوي. ولا يهمك. يا رب أنينا ومسينا وما تشمتش أحمدك فينا يا رب. وبعدين بقى مش قايلين لك ان هم رايحين عند ناس قرايبهم؟ لحقت تنسى؟ لا هو خد الشنط وسافروا. ما هو الولاد كبروا زي ولادي كده وخلاص، مشوا كلهم، مشوا خلاص. اهدى بس كده يا عم رضا، وانا هكلمهم اخليهم يجوا لك. لا 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 لا، لا اكلمهم ولا يكلموك ولا انا عايز حاجه. لا انا مش عايز حاجه. ده حتى الحقنه اللي كانوا بيدوها لي نسيوا كمان يدوها لي. ما نسيوش يا عم رضا، دول حتى موصيني وموصيين بدريه مراتي، وهنديك الحقنه في ميعادها. حقنه ما حقناش. انا مش عاوز حاجه. ما هو خلاص بقى، يلا بقى خلاص خلاص خلاص، ولا تفرق، مش عايز اي حاجه. اهدى يا عم رضا. لا روق وتعالى معايا. تعالى معايا يا عم رضا، اتفضل. طيب. اهدى كده وروق. طيب ازاي تفرق؟ وانت لو ما اتعشتش هتيجي معايا اعمل لك حاجه تاكلها؟ لا انا مش قاعد. بقول لك ايه؟ ما سالتكش من زمان، انت بتعرف تعمل شاي وسكر كتير؟ طبعا. طيب انا مش عاوز اشرب شاي. طيب امال عايز ايه بس يا عم رضا؟ هم ولادك جوه؟ ولادي؟ اه لا ولادي جوه طبعا، ما سافروش. ما سافروش؟ لا. وطبخين؟ ما انا قلت لك تعالى معايا، ما تتعبنيش بقى معاك يا عم رضا. انا جعان قوي. تعال خش تعال. طيب عموما انا مش عايز منك حاجه. انا رايح شقتي ومستني صباح لما ترجع. ايه تصبح على خير. تمام. متشكر. تصبح على خير. تمام.
حول ولا قوة إلا بالله. الراجل بقى يائس من الحياة، كل ده بسبب ولاده اللي سابوه وهاجروا وما سألوش فيه. عارفين يا أولاد الذين لو سبتوني وهاجرتوا بعد كل المصاريف اللي بصرفها عليكم دي كلها هضربكم بالرصاص. يا بابا يا حبيبي، دول عيال متربين في مدارس أجنبي، يعني طبيعي جدا يخلصوا ويروحوا مسافرين ويلاقوا مليون بلد تديهم جنسية وإقامة، لكن إحنا هنا بتعليم مدارس الحكومة وجامعات الحكومة كتر ألف خيرهم إن هما مدينا الإقامة هنا في مصر. بس والله يقطعوا بينا، كان صباح ويحيى وسلمى ومريم. مريم ما تضربش كده. إيه إيه مالك؟ بيضرب. استظرف. يا كريم وبعدين؟ إيه ده؟ مريم. وبعدين ذاكروا كده وأنتوا ساكتين. يلا اشربوا الشاي. خد يا اختي اشربوا الشاي. كله. يلا. فين عم رضا؟ دخل شقته يا ست مستني صباح. نهار ابيض. ده الراجل حالته بقت متأخرة قوي. الله يخرب بيت الزهايمر وسنينه. عارفين يا ولاد الذين لو جالي زهايمر وسبتوني وسافرتوا هضربكم بالرصاص. ما تخافش مش هيسيبوك، هيقعدوا يلعبوا بيك. جيب لك العشاء. اه والله هات يا بدرية. ها اساعدكم في المذاكره في حاجه؟ لا يا بابا شكرا شكرا. عينينا حبيبي. اتفضل يا حبيبي. طالب واحد كبده؟ اه ماشي حبيبي اتفضل. صل على النبي. وحشتيني جدا جدا جدا. طب انت عارفه ان انت من ساعه ما مشيتي وانا بتلطف في البلكونه؟ هتيجي امتى بقى يا مريم؟ لا احنا مش هنرجع دلوقتي خالص، احنا هتمنى نقعد هنا على طول. تجيلي ازاي يا كيمو انت اتجننت؟ اتقل انت بس كده يومين اعمل اي حوار واتلكك واروح رايحه على البيت، وقتها ابقى اشوفك. وانت كمان وحشتني موت. ايه يا مريوم مالك متكلفته كده؟ دي الدنيا حر. ما انا اصلي كنت هنام فمعرفش الدنيا بتبرد هنا ولا لا. تنامي ايه يا حبيبتي؟ يلا قومي جهزي عشان العشاء. الو مريم. الو ايوه يا كيمو، بقول لك ايه هكلمك بعدين. ها الو الو يا كيمو. سلمى انت لسه بالبيجامه؟ قومي غيري هدومك. ايه يا تيتا هنمشي؟ نمشي ايه يا بنتي؟ واحنا لحقنا نيجي عشان نمشي؟ قومي غيري هدومك عشان تتعشي. اتعشى ايه يا تيتا؟ انت عارفه انا مش بتعشى دلوقتي خالص. لا يا حبيبتي هنا كل حاجه بنظام. يعني تنسي كده انك ما تتعشيش وبعدين تجوعي على وش الفجر وتقومي تاكلي اللي في الثلاجه. يعني ايه بقى؟ يعني اقوم اكل غصب عني عشان النظام بتاع سيادتها؟ سلمى ما تحطيش شمس في دماغك. شمس فيها اللي مكفيها. تيتا وانا عملت لها حاجه ولا جيت جنبها؟ مفيش حد فاهمك قد يا سلمى من ساعه ما جينا وانت لاوية بوزك. ما بصراحه يعني يا تيتا احنا من ساعه ما جينا وهي بتعاملنا من طراطيف مناخيرها، مش فاهماها يعني، حاسه ان احنا قاعدين غصب عنها. ابدا يا بنتي بالعكس، والله شمس دي لو عرفتيها وقربتي منها تحبيها. شمس دي قلبها ابيض زي البفته وبتحبكم. يلا حبيبتي اخذي الشيطان وقومي البسي هدومك وانزلي، نص ساعة ولاقيكي تحت على العشاء. يلا. حاضر يا تيتا. يا واد يا كامبا يا نهار ابيض على الحمام يا واد، ولا النضارة السري دي؟ أنا شايف كل حاجة مجسدة يا واد. بجد؟ وعارف الحمام ده؟ لو قابلة شمس بس ترضى. أجرهولها نكسب ذهب. لا ولا أقول لك على حاجة ما أقولكش. عارف ياد الحمام ده أحلى حاجة فيه إيه؟ إن أنت تجلس كده مستكانيوس، كل حاجة حواليك حلوة، ولا حد يقدر أن يعتب ويخبط ناحية البيت. مين كتلة السخافة اللي بيخبط؟ شكرا يا أبو الذوق كله، تيتا بتقولك خلص عشان العشاء. العشاء؟ لا طلعولي على الأوضة. يوه اخلص يا ظريف، مفيش روم سيرفس هنا. روم سيرفس؟ الله يرحم جدك،
مات في الغربة من العطش عشان معرفش يقول عايز أشرب. اتفضلوا. العيش عندك فحل بصل لو بيتدش ده. اتفضل. خليك ربنا. لا وشك. اللي أملك. انت هتاكل بصل على بالليل كده؟ اه عشان بحح. ايه ده بقى ان شاء الله؟ يعني ايه ناكل في المطبخ؟ احنا بنشحت؟ ما تقعدي فكك بالحبتين دول يا سلمى، ست مدينا كل واحد اوضه في فيلا طويله عريضه بحمام سباحه ولا بتاع الاولمبياد، ما فرقتش يعني هناكل فين؟ اقعدي. خليها تهري، اصل بعيد عنك قبل كده كانت بتاكل في الشيراتون. مش فاهمه انا. يا بت اقعدي اقعدي بلاش بوزك ده، المطبخ لوحده اكبر من اوضه نومك، اتفضلي اقعدي كانت في البيت يلا اقعدي بقى. وانا هظبطك. بصي هدية مني ليك. مش عايز اكل اصلا. وربنا مصلحه.